بالاوتيل؟ شو هالحكي؟ معقولة خليك تنزل بالاوتيل واخوك عصام موجود؟ يا سيدي خليلي اياك، بس انا ما بحب ازعجك و لك شو بحب وما بحب؟ لك علي الحرام ما بتنزل غير عندي بالمزرعة لو شفعت لك كل امة محمد، افهمت؟ بس انا يا عصام ما بدي. لا تقول لي بدي وما بدي، غير ببيتي ومزرعتي مانك نازل، والله ما احلاني تاركك نازل بالاوتيل، امشي امشي. طيب بنتغدى بس. لا حبيبي ما في خواص، انت بهاليومين ملكي. والله احرجتني هيك. لك اخي ليش احرجتك؟ المزرعة كبيرة والغرف واسعة. ليش صار عندك مزرعة؟ طبعا بفضل الله رب العالمين. ما شاء الله. لكن حبيبي هلا ليش عم نتجادل نحن؟ خذوا ابو نوراس طالعوا بالسيارة. طيب معلش لازم روح على الاوتيل لان شنطتي هنيك ومرتي بتعرف اني بالاوتيل، بقى لازم خبرها اني بدي اتغدى عندك. لا حبيبي معلش بس لانه على مرتك بدك تبقى ما... عندي طالما انت موجود في الشارع. لا لانه عود عود شوي. لا 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 ما في خواص. تفضل تفضل مرتي مرتك ما في. مثل ما عم قلك ما رضي غير انزل عنده بالمزرعة. ايه بقى هلأ ضبيت شنتي ورايح لعنده فورا. ايه لكان هذا رفيق عمر بتعرفيه؟ لك عصامي اللي كنت انا وياه بالجمارة. ما عرفتي؟ طيب المهم وينك حياة؟ بالظاهر هذا صار عنده مزرعة والله عطاه، بقى لا يغلق قلبك بهاليومين. ايه اوكي حبيبتي ماشي الحال، الله معي يخلي لي اياك. ماشي ماشي لا ما بنسى. ماشي ماشي الله معك عيني. شو بيطلع علينا يا انسة؟ لا استاذ طالما ما نمت بالغرفه ما بيطلع عليك شيء. انا متاسف بس هيك الظروف حكمت. لا خلصني هلا بقى بلا اعتذارات، خلينا نمشي. طيب يا لطيف يا لطيف شو بدك تفرح مرتي واولادي فيه. وين البيت مو بالشام؟ لا حوالين الشام بس مو كثير بعيد، تلت ساعة بالسيارة. بس منطقة على كيفك استاذ ياسين، رح تعجبك كثير. ها يا سيدي حلوة بسكانها. كم يوم قلت لي رح تقعد عنا بالشام استاذ؟ يعني اشي يومين. معقولة بس يومين انت الثاني؟ على القليلة لازم تقعد لك شي جمعة. يا ريت يا عصام يا ريت، بس الظروف ما بتسمح. انت واخوك ما قلت لكم استنوا شوي لحتى يجوا الضيوف؟ ابوكم خبر وقال جايب معه ضيوف. جانا شو نسوي يعني؟ لا بعد هيك انت وياه وياه بعد هيك سويت موتي الله سويت موتي بقولك شو تسوي بحال؟ اجي بابا نزعوا كسب الصفرة شو تسوي بحال يا لقي عدمني اياكم يا حق. صار لي من الصبح عم بشتغل لحتى اطلع صفرة مرتبة. اجي بابا اجي بابا بوسو حبيبي بسولعبو يا اخي. هذول اولادك الله يسلم لك اياهم. اي والله ولا فخرهم. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل تفضل اخي ياسين. اكيد بتكون جعد من الخضوضه بالسياره ليك الجاشه. لا معلش بكتفي فنجان قهوه مو مشكله. شو الحكي شو شاي على بيت ارمله ولا مطلقه انت؟ بس عم بشوف معلش. يلا يلا فوز يلا يا ابني اهلي.
ياسين بأخي ياسين وحبيب قلبي. أهلا وسهلا. لا لا شنطة 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 يا ولد. لا تخاف لا تخاف أولادي أوادم هلا بيرجعوا لك إياها. صحيح بس فيها شنطة هي. هلا لا تخاف بس إذا بدك تغسل تعال غسل يلا بسرعة. هلا ليش التغسيل أنت الثاني ما بدك لا تغسل ولا شيء. تعال رجعنا. أهلا وسهلا. ارحب الحاجر فيه ياسين. هاي مرتي فرحة. أهلا وسهلا شرفنا مدام. أهلا وسهلا أستاذ. يلا تفضل أستاذ ياسين غدا جاهز. خليك ليش أسألين ليش هيك السفرة مرتبة مني يا طعمنا هالولاد بخلوا يسيع على حاله. عود 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 يسعى نضيف عود عود لا تخجل. لا معلش والله يسلمك يا رب. هاي معلقة أكل فيها أبنية ما أستاذ سخني. أوه حبيبي كون فيها روح يجيبي معلقة نضيفة لمين ما يأكل بشي. يلا حاجة حاجة لا لا شو حاجة طول بقى كيف طول بقى لا حط له بامية حط له بامية. معلش مو كتير أنا في عامل رجيم ما لا تخجل بيتك لا تدلو لا تدلو. مرتي فرحة نفسها كتير طيب على الأكل. ها شلون لقيت الأكل ياسين؟ لا 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 طيب كتير الله يعطيه العافية الأكل طيب كتير. الله يعافيك استاذ ياسين تفضل اسكبوا له استاذ ياسين باين مستح اسكب له ابو نورا لا اسكب له ابو نورا معلش معلش لا اسكب له اسكب له حبيبي لا تسكب لا تسكب الله يعطيه العافية ان شاء الله سفرة دائمة. شنو هالحكي بزعل منك ما اكلت شيء يا زلمة صدقوني ما عاد اقدر احط ولا لقمة بتمي ارجوك بزعل منك هيك ها ما بيصير. لا يا ابو نوراس ليش تزعل مني كل شيء ولا زعلك انت وضميرك ها اذا فيك ضمير بتاكل اكل على قد محبه. اي والله معلش حبيبي ما بدي حلفان ولا ايمان يعني بيت عامر ان شاء الله يسلم ايديك مدام فرحه. اي يسلم ايديك مدام فرحه. صحه وهنا استاذ ياسين صحه وهنا. الشاي جاهز ايه بين ما تطلعوا على الارض ديالكم انجهزتوا يلا يلا بسرعه فرحه يلا سؤال يا جماعة ممكن لاقي تاكسي من هون للأوتيل؟ تاكسي ولا شو التاكسي؟ إذا رايح لك شي مشوار أنا براسي بوصلة. لا لا ما بدي عزبك أكتر من هيك بدبر حالي معلش. لك يا أخي أنت قلي لوين مشوارك وترك الباقي علي. يعني فكري ارتاح بالأوتيل وتعرف يعني أوتيل؟ إيه أوتيل. لا الله يسامحك رح أعتبر حالي ما سمعت هالكلمة منك ولا رح نزعل من بعضنا. ها هيك نزعل منك استاذ ياسين. ها بيتنا موجود وبدك تنام بالاوتيل يعني شو مالنا قد المقام. قسما بالله ابن حماية عصام روح قلبه الضيوف بقى شلون انت صديق عمره. لا لا مو هذا قصد بس انا باخذ راحتي بالاوتيل اكثر. اما هاي سمعه جديده لك يعني في حدا بياخذ راحته بالاوتيل اكثر من البيت. اخي خلص اعتبر البيت بيتك واذا الاولاد عم يزعجوك ببعتهم على بيت جدهم وخلصت الحكايه. بس انتو يا جماعة عم تحرجوني هيك. انت اللي عم تحرجنا قدام اهل البلد. كل الناس هون عرفوا انك مشرف لعنا ومرتي فرحة خبرتهم كلهم بقى شو بدهم يحكوا علي اذا تركت ورحت على الاوتيل. اكيد رح نصير علكة بلساناتون رح يحكوا علينا اشكال الوان. بتريد بقى انت لهالشغلة؟ يا جماعة لا تفهموني غلط انا خايف كون عم تقل عليكم. لك لا يا ياسين لك هات لبوس ايدك بقى نسالي شغلة هالاوتيل. لك نحن هون كلنا بخدمتك انت بس اشر باصبعتك. سايرو استاذ سايرو ما بتندم حرام بلا ما يتشرشح قدام اهل البلد. قوم لألا وما بعرف شو بدي قوم لجوا وفريك شنتايتك وطالع جيجانتك وبترتاح عنا شرب. يلا يا سي لا تخجل. طب بتغسل ايدي بدي فرش اسناني وين يعني على عيني احلى مغسله بخدمتك ليك بتاخذ العقل. الاوتيل اه اعوذ بالله وين بدي الاقي قاعده مثل هي بتجنني. تقلب الله على العلاب. بابا عصام ابو نورس مدام فرحة الحقوني يا جماعة شو مش شو 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 يا سيدي اكتب له مي حبك مرعوب. لا عصام لازم تسكر المي من السكر بالعواد. سكر المي من السكر لك روحي سكري انت واقفة بالسجن بروحي بيئة تعا حبيبي يا سيدي تعا. لا ماني خايف بس وردت وردت لك هات البشكير يا فرحة. هات يا زلمة يسلم وديات عدم المؤاخذة. يا جماعة صدقوني متت من رعبتي لما فلتت الحنفية علي ارتحالي شو هاد شو صار. لك شو بده يصير يعني ان شاء الله ريت اكبر المصايب. عود عود للعبك دق طاولة عود يخليك يا ربي يا ابو بريس ابو بريس مرق ابو بريس
ابو بيس. رفيقك بخاف من ابو بريس معقولة؟ الله يسامحك يا استاذ، معقولة تخاف من ابو بريس؟ ليش انتم ما بتخافوا منه؟ الابو بريس من شوفتنا بيهرب سفر سنة. شو الحكي؟ فعلا يا جماعة ضيفنا علينا فات بتطقق من الضحك. ما فات انا.